حصل عليك ضغط في اللعيبه ارهقك؟ يعني معاك لعيبه كتير، ابن كابتن شوبير، ابن كابتن طارق سليمان، ابن كابتن اسامه نبيه، ابن كابتن مش عارف مين تاني. يعني لا ما حصلش حاجه. الاسامي اللي انت قلتها دي واللعيبه دي فعلا لعيبه كويسه تستحق انها تنضم للمنتخب. انت قلت لي قبل الفاصل ان ابن كابتن مصطفى، ابن كابتن شوبير، وابن كابتن طارق سليمان حراس مرمى جامدين جدا. كويسين طبعا. لا لا حراس كويسين، ولو اشتغلوا على نفسهم كويس هيبقوا كويسين وهيكملوا. يوسف اسامه نبيه ده لو مركز في الكوره هيبقى من افضل اللعيبه اللي مش مركز؟ لا مش مركز في الكوره، وانا الكلام ده قلته لاسامه وقلت ليوسف، وحتى كنت يعني في اوقات كتير كنت بستبعده علشان يتحمس شويه او علشان يشد حلو شويه ويرجع تاني، ويعني انما كامكانيات بدنيه وفنيه لا حاجه كويسه جدا. بس لازم يسمع ولازم يركز. لازم يعني يبقى هو من جواه عايز يبقى لعيب كوره. الكرة دلوقتي مش وسايط. لا الكرة دلوقتي ما بقتش مهارة. زمان كانت معظم لعيبة الكرة المهارة نمرة واحد وبعد كده يجي أي حاجة. دلوقتي بقت المهارة ممكن تبقى نمرة ثلاثة لو أنت مش لعيب قوي وأنت مش سريع ومش ملتزم تكتيكيا ومش منضبط في الملعب. لا ومهاري قوي مش هتلعب. يعني فطبعا هو سنه صغير ممكن يكون مش مستوعب الصعوبة اللي هي ممكن تواجهه علشان يبقى لعيب كويس او يبقى لعيب كبير. دي لازم يعني انا كمدرب كنت بشتغل عليها شويه، حتى كنت بتكلم مع اسامه وكنت بحاول ان انا ابقى انا في سكه وهو في سكه، ويعني هو دلوقتي موجود اتمنى ان هو يكون يعني اتعلم من الفتره اللي هو بعد فيها شويه دي ويقدر ان هو يبقى موجود يفيد نفسه ويفيد الفرقه اللي بيلعب فيها سواء المنتخب او في نادي انبيا.